السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا قناة وين كونكر، أهلا وسهلا بكم من جديد. قلت يا جماعة والله أقارب المرة دي حوار فيرست جريدت جيف، طبعا كل مرة بشحنها بس طبعا لقيت الأيقونة دي فقلت نشحن نشوف ايه الجوائز بتاعتها. فطبعا لو انت مش عارفني معاك اخوك يا محمد، يا ريت توقف الفيديو ثواني، لايك للفيديو واشتراك للقناة مع تفعيل زر الجرس، وطبعا ما تنساش تتابع الفيديوهات اول باول زي ما انتم شايفين كلها بإذن الله. المهم نشوف الجوائز بتاع فيرست كريدت جيفت في التحديث ده، تمام؟ شوف ايه يا ترى هنا، ستون و10 اكسبول و5 فروت ودراجون جيم وستادي بوك ومش عارف ايه وسيرتي بليست ستار جيرمان باك ريني. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان 2000 سي بيس باوند. وريني الجيرمان ده بيفكرني ماشي مبلوع على حد ما، تمام. عندك كمان اللي هو الباندا ومايستر فروت 3 جميل، وعندك الاستراليا دراجون جيم ماشي ماشي شغال برضه شغال، و 2000 سي بي اس باوند وستو بلس 3. وعندك كمان اللي هي ماشي دي بتاعت الكويست مالناش دعوة بيها. المهم يا جماعة دي كانت الجوائز لحد دلوقتي، لحد ما جوائز شغالة مبلوعة انا قلت اجربها الصراحة. طبعا علامة فيرست جريد اختفت، طبعا هتاخد لو شحنت الكارت 60 سي بس مثلا اول مرة ولا اي حاجة بتاخد في اي بي ليفل 1 زي ما انتم شايفين يا جماعة. انا ساكن كده في اي بي 6 فالموضوع مفرقش معايا. شوف هنا مثلا اي حاجة ماشي هذا مش وحش. المهم بقدر نروح على بوينت ومثلا نشتري الستون بلس 6 على شوية استنا بلس 2 ماشي. هو في اير ستوك الواحد برضه يضمن نفسه عشان مش عارف ممكن ننزل بعد تشتري اي حاجة، ما نعرفش نجيب الاستنات دي تاني مثلا، تمام. كان معكم يا محمد من قناة وين كونكر، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك للقناة مع تفعيل زر الجرس، يا رب يكون الجيم ده عجبكم ان شاء الله. طبعا هو ده الباندا كمان اهو الشيك. الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. كان معكم ايهاب محمد.